بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكتاب كيني سفينة الصلاة سفينة النجا ودونتي بدبادة أي نقود كي ضفولينا. بسم الله. فصل وعشر عصب هذا كان فصل واي. تبطل الصلاة بأربعة عشر خصلة. سؤالك إبراهيم ممرية أفر إيوتا بن مسلو سلطان عبد الرحمن ميد كم إذا هذي كبرنا على الصلاة دي كم يشرت الله سعى أفر إيوتا بن مسلو هذي صلاة هذا لحد هذا كبر قب صدان هسي وذن صلاة وجهك لو جور مركا بارك الله فيكم. انت انا افريه طبعاً كامسلو انا كهدلين وحان استلتاغي دونا مساله مهمه او هبين كي وغدن بيسي كتابك اللي ويديي وحق الدمر كاتمي او كصابسن حالدا هوينكم مركا اي سنه ليهين مركا عاده قبان حي كي يليان قرآنك قابك ورقد أقر هيدو حي هيد مع أرضيات بانا هاي تضبع شو هدي عن قرآنك كم مغنادا أوان إلا بيا قرآنك هدي آخر سكي سي ليغو هرتاق نادو ويقا محام كرادا وان إلا بيا مذهب كشافعية دون وحو قبا هوين تا مسلمات دا آهي انت عادة كتشرتو إنه محاران كي هي إن أي قرآن ككريم كأقرضه مذهب كشافعي جان دين أغري ساس وقرية سما هاي مسألة محان كي لا بال يودي مسألة هرتا سيدا خير كلا الله كده علماء ذو لبقى يبعضهم بيوجوك على بحري وأمرك قرآن أخرس كلا جهاد ليه هوانت مسلمات هي يدو حيد لقرآن ما أقري كرتا بعض العلماء سيدة الشافعية إيو أحمد بن حنبل إيو إمام حنيفة وحي كتغين إن أنا قبرنا مسلمات دي أقري كرين قرآن كهدي حيد لغا إمام مالك إيا غير كينا وحي كتغين قبرنا مؤمنات هي إن قرآن كأقري كرتو أيضو حيد لغا سولة بدا دريقي دين مكرا عدا هذا بس سؤال بالي سويدية ار علماء مركنا ضم ممنوعين قبل حيد كله إني أخر ذو قرآن ك بل نقنعيهم حائدين دليل أيال ويديي علماء دي دنيد قبل حيد كله إني قرآن ك أخر ذو بل دليل كينا نتوس إلا دين تعلقوك رب حاي مرك وحي سوقاتين حديث أرنيا لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن حديث سدا أرانيا أي سود ليشدين لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن قبل حائضة أما الروح جنابة قبل رقية دمر كودونها هذا قرآن كريم كأوحبي كأقرين وحال لقوا علمو حديث كان دليشتين حديث دليل إدين قوين كرم معهن وحديث ضعيف ضعيف كان الدين تا إسلام كا نقن مقلو سببته حديث كان وحاورين إياه إسماعيل بن عياش شيخ اللي يراهضو وحانا كورين إياه ريح جاز أحاديث تا يكوريان إسماعيل بن عياش وضعيف جميع أحاديث الحجازيين عن إسماعيل بن عياش تلي المقلان هل كاسال لغو تيريو حاليدي علم الاستلاحة مركي نو ايقنو هي علم الترجيحة حديث كاسي دقنقل ماله ايقو هل كاسي كوهرين مركا ولدي هل كاسي كوهرين والحديث ما هيسان كاسي وضعيف ومدقنقل ايه وحكا لما هيستان قولك لا واحد تيري انقو وحانوغا قياس قادن اينا جنوبك روح جنابة قبا حدث الأكبر بوكو دعي
قبل حيد كله هنا حدث الأكبر باي كل عضي مركز لبدا حدث بانو إسكوس سيدي قناي تدنو حيرا هذين لبدا سي إسو مقص أسمان جنابة قفكا إسو هيا مركو قفكو جنابو دو ساعدو دونو كما يرنكرا مركز حالدو كل عضي دقيقات كبعد بو كما يرنكرا لكن جنوب كان قبل اختيار حيد كقبل اختيار ماله إلى شن يتمر عشان يحيد صناعته لجيابه كمان ما يرن كرتوا وحيدا اختيار كذا وحيلا هاي نجوا أدن صدنا واختيار كنا قف مركي بيسقى جنابه دي يسكرف عنكرا هي قف أنا سقى يسكرف عنكرا إنه قعنت بكو هاي سنسى يسقى قياستين تهذا كله رسول كانوا عليه الصلاة والسلام قد يذها قبل حيدا كحرانت وعديه أحاديث عذب كشيء والنبي كانوا عليه الصلاة والسلام مركي وقبل حائضه أي يعني مركي حائضي عائشة وكله أما هبله إلا دو مركي إلا سعودي حجك محوكوي لنفع النبي يقول افعل ما يفعل الحاج غير الله تطوف في البيت مركي أي حائضي أي النبي يقول كويري وح الله عليه وحي آن ضواف أهين قبل حائضك له عبادة دي حجك واتسمعين كرتا هذا صعي التهي هذا رمي التهي هذا الله يراهدو هذا عرفو الاستاغة التهي هذا منو اللوه إيدا التهي طوافكو نسك إلالي حديثك مركا هاوين تحايد كلاب طوافك كما منوعي وواضح وحكالو إلهي كما منوعي هاوين تحايد كلا إلو قلموضو ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض تانا واكو قنعنا يود الدليل عدبان هينا صومك أي صلاة دنا قبل حائضة إن أنا لا إيمان كرين أحاديث صحيح وواضح باكرة قبل أن هدي قرآن كلاك ممنوع أيو سيدة أحاديث صحيحة أهي جنابة ممنوع ذي محور رسولك وعدين واي محور رسولك وعدين واي سيد علي رضي الله تعالى عنه أي حديث صحيح وحوت المام يا حديث شيخ يا جنابة قفك جنابة قبائنا نقرأ نقرئ كرين وحانو علي كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء من القرآن سوى الجنابة سوى أبو كعبره سيدنا علي وحولي النبي قيلنا وح الله لي وح قرآن كأخرس كيس أدي ذي كرين مجرين وان جنابة كأهين السوصو الضوب أوه هو أنت مسلمات أهي مركي حيد كالليد أهي قرآن كريم كأه وحي أي كرك كحف ذي سنتي وي أخري كرتا وحي أي ورد أولا حيدنا وي أخري كرتا نص صريح أو قرآن أما حديث رسول أو صريح أو كعد يقبرد حيد كالي قرآن ما أخري كرتو لما هيو قرآن كوي أخري كرتا وي حفظي كرتا مسألة الله بعض ماشى إيمانه يساوى حويه قرآن كي متابن كرتا مصحف كي مسألة جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم وحي سبوت جين مصحف قرآن قبل حائضة إن أنا تابن كرين جمهور أهل العلم لكن حدي كتابك قرآن كي نكوي لو شرح يك قرآن ككبض إن أنا أكوي لين ويقارن كرتا كامس حفل ما يراهدو أما وا تفسير أما وا كتب كله كوا ويقادن كرتا وانا كأخرسن لكن مصحف قللا ما قادن كرتا بيليهن جمهور أهل العلم وحكلو اللي سويديي قبردو مسلمات دي هدي حائضتها جوالك ما كأخرسن كرتا جوالك وموبايلك حدي مركا وحي رادن علماء دي إسلامكو حدي قبردي لو أقول هذه كتب تشرحة قيب كمدينة قرآن تهي قيبها كلنا شرحي أي تهي حدي قبرد الله أقول هذه موبيل كنا وكسي أو ليسي هايو بروغرامة دا كتش رب قول كي بساقالية ساقاشن قرآن كي يقع كبادن مركا وحي وضطا مصحف ما هايو ارتوى موبايل وحي نكهد لي نوا مصحف وحي وضطا نوا موبايل موبايل كا ويكا أخري كرتا موبايل كا ويكا أخري كرتا ما داما ما دوين فربادن مركا سيدتنا قصدي جيدو إني كتاب سيدتنا هانا وإني موبايل قصدي قال لي إيجي إنما الأعمال بالنيات قصدي قال لي إيجي جمهور أهل العلم يقول حيكوتة جين قبرنا مسلمات داهي
inay kitaabka qur-aanka afka ka aqri karto ama ruux kale oo daahira ay odhan karto kitaabka ii hay oo ii rogrog waa sida ugu salaamo badan waa jamhuuru ahlulcilmi bacduulculamaana waxay yidhaahdeen war kitaabkan la sheegayee laa yamasuhu ila almutahharuun la leeyahay ma ahan misxafkan maanta adduunyada yaalla oo markii nebigeennu noolaa calayhi salaatu wasalaam ee ay soo degtay laa yamasuhu ila almutahharuun kitaab qur-aanahoo dhammaystiran oo meel yaalloo misxaf la yidhaahba ma jirin kitaab qur-aana oo urursan oo meel yaalloo misxaf la yidhaahdaa ma jirin kitaabka la sheegayaa waa ka lawxulmaxfuudka kaana malaa'ig mooye cid kaleba uma dhowaato daliil labaad baanu haysanaayo waxay leeyihiin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi innama almushrikuuna najasun innama almushrikuuna najasun innamaana waa aadat waxaa la yidhaahdaa alistithnaa adawaat alistithnaa waxa keliyahoo nijaasa mushrikiinta xadiid kaloo saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi almu'minu laa yanjas almu'minu laa yanjas mu'minku maba nijaasoobo laa yamasu ila almutahharuun soo lama odhan rasuulku wuxuu yacni caddeeyey mu'minku inaanu nijaasba noqonin marka annagu waxaanu aragnaaba yidhaahdeen gabadha mu'minada ahi inay kitaabka qur-aanka wax ka aqrisan karto waa kii laakiin qowlka laga xoog badan yahay masalo saddexaad baa ka dhalanaysa masalada saddexaad gabadha muslimada xaydadii masaajidka ma fadhiisan kartaa oo duruustii ma ku taxmi kartaa maan arag culimada islaamka cid u ogolaatay gabadh xaa'ida ahi inay masaajidka fadhiisato intii aan anigu ka baadhayay culimada islaamka cid u ogolaatay gabadh xaa'ida inay masaajid dhex fadhiisato ma hayo laakiin gabadha muslimada waxaa loo diyaariyey qolaal ka dambeeya masaajidka oo malcaamadihii ah oo sawdkii maxaan ku dhaha mikrofoonkuna uu gaadhaayo si aanay casharkeedii uga baaqanin madarasadda ama daaradda madarasadda ayay fadhiisan kartaa oo halkaasay ka dhagaysan kartaa maalmahay macduurka tahay rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam garoonkii iidda la isugu imanayay wax xaydla iyo inaan xayd lahayniba ha yimaadaan oo ducadaha ka soo qayb galaan inta xaydka lihi markaa bannaanka musallaha meel cidlaha ha ka fadhiisato ayay yidhaahdeen marka meeshii lagu tukanayay xukmulmasjid baa la siiyey marka hablihii macduurka ahaa iyaga meel ka yara soocan bay fadhiisanayaan marka masalada casharka dhagaysigiisu waa masalo sahlan oo daaradda masaajidka aan ka midka ahayn ayay casharkii ka daalacan karaan laakiin labada masale ee gabadhu qur-aanka ma akrii kartaa iyadoo xaa'ida ah qowlka qawiga ahi waa inay akrii karto kitaabkii ma xambaari kartaa qowlka qawigii waa maya laakiin aqwaasha culimada qaar baa waxay leeyihiin maaha gabadha muslimadii maba nijaas ma noqoto xaydkana waa wax lagu addoonsaday uun oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu caaisho uga dirtay masaajidka sijaayadda ee uu ku yidhi orod iiga soo adeeg masaajidka oo ay ku tiri xayd baan ahay uu nebigu wuxuu ku yidhi gacantaada de xaydku miyuu ku yaallaa gacantaada miyuu xaydkii ku yaallaa marka xaydku maaha gacanta lagu qabanayaa nijaas maaha sida xadiidkaasi caddaynayo marka hadday ardayadu kitaab qur-aankii ilaabayso ama macalimadii ardayda u dhigaysay 7 maalmood ama 5 maalmood ama 6 maalmood ama 15 maalmood hadday xaa'ida tahay macalimadna ay tahay ardaydii way kala yaacaysaa marka nadran lihaadihi almashkala culimada islaamka waxaan qaadanaynaa in gabadha macalimadii ay kitaabkii qur-aanka u akrii karta hablaha ardayda loo akriyayo xifdiyaysaana inay qur-aankii akrii karaan sida qaalibka ah kitaabka qur-aanka aana qof aan nijaas ahayn wuu taaban karaa walmu'minu laa yanjas mu'minkuna de maba nijaasoobo innama almushrikuuna najas mushrikiintoo keliyaa najaasa markaynu xadiidkaa qabsano baaraka allahu fiina wa fiikum marka masaladaa horta intaan ka soo baadhay intaasay ahayd masalo kale oo aan aada ula yaabay baa la iweydiiyo warqad buu ku soo qoro wuxuu yidhi sheekhow diintu wax laysku qasbi kara maahan haddii markaa qofku maanta diinta ka baxana diintu waxay leedahay hal la dilo labadaasa laysu waafajinayaa laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghayi diinta layskuma qasbo qur-aankay ku taallaa
هذا النبي يقول لا يا من بدل دينه فاقتلوه نك دين تيس بدله هل دلو صح قف كوح اختيار ليه انت انو دين تسوق جلين هذا دين تيس كريستان كهاي سنة هو إلى نوران كرا يسوق شيء يدي بحناه هذا دين تيس يهودي كهاي سنة يو شيء يوم ما كرا با سيان أمن جيسي iyo noloshiisa u badbaadiya haduu majuus yahay inaan u badbaadiyo noloshiisa diintiisana gurigiisa uu ku haysto shariicadu waa goosha qof la leeyahay qasab diin kristaankaaga kaga bax ma jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo jideeyay qofkii soo yaani diin islaamka aan qaadanayn laakiin diintaydaan haysanaya nabadna waan idin kula noolaanaya idin ku yiraahdaa أمان كيسنا إلالية معاهد بالله إذا مستأمن بالله إذا هذا وندمئة كهواد إلالينا إسا قعانت مسلم كنوا كحاران إني الدلان ننك قف دمئة أو ضمانات إسلام كهوس جوغا جسيا دي سي لغو إلالينا ينبحيا يعضون الجزية عن يد وهم صاغرون قفكم مركو قال لماذا سي كسو جنيا هاي قال لماذا سوان ودينا يا قري سنها كو إلى شد الدين تيسا بنان كي ولا صابحين أنا جو كو قسم ما ينو دين تيسلام كصو قالوا لكن ما لنتو أشهاتو اختيار كيسا وكو أشهاتو أنا من باص طولتكو هينن حدود الإسلام كو صو قالوا حق أملا إنه دين تيسلام كبدلو حق أملا إنه دين تيسلام كبدلو هدو كبد هدو بدشنا ومرتد حكم الرد وقاضنا يا دو دين تبدلو لكن انت او بنان كاتشو غي دين تيدا انو سو جلين انو غنو وحان امو چين ايا احسان بان سين ايا حسن غي غنو كوهس جري دولد نمو وانان الالين ايا نبد ديس مركو اسلامو شرع عدو ما اقول انو دين تي كبح وايو وحان ايغ ايا آخر ديس انو عذاب قلو مره دي الهي وكبد بادي يقال نمدي وانو انو حفظيا waxaa nabi guri waxa ugu yaab badan dad maalinta qiyaame silsilad lagu soo islaamiyo jannada ku galay hadii aanu marka diintaada ilaasho la oranaynin fowday noqonaysa imkan waan galay imkan waan ka baxay imkan waan galay imkan waan ka baxay wax shaqeynaya ma ahan qofka binaaadmigihi inuu adkaysi yeesho weey marka qofka muslimka ahi inuu diintiisa bedelo shariicadu ma ogola laakiin qof diintaydan haysanaya leh shariicada lagu qasmi maayo soo waadax ma وهي هي تبطل الصلاة بأربعة عشر خصلة خصلة صلاة أفر يتوان مسألة كبيرة بالحدث أديق ويسدي كاتبت بالحدث أديق ويسدي كاتبت أو حدث كدوحي ويسدي كبيرة وتنقصر يسمعها مبطلات الوضوء سجر مسان أنت لحدة هاي مبطلات الوضوء ميت كم إذا هذا كوت ماض وبوقوع النجاسة هذا النجاسة هذا الصلاة دي كجرة أي النجاسة كوكو صدو شيء وبوقوع النجاسة نجاسة كوكو صدو شيء كوكو صدع ذي إن لم تلقى هذه أن مركبة لطورين حالا إسلام مركبة إن لم تلقى هذان لطورين حالا إسلام مركبة من غير حمل هذا هو النجاسة اللفتي دي قعانتا كو قاضينين أرادو فيرسو هذا هو نجاستي مثلا إبراهيم سحر الدولة إساء طبيش كوكو سور ردو هذا تحيات كي أفردية طبيش أصوق هذا نبطي كوكو دعا دي نجاستي سحر دي سحر دي انت قعانت هذا كوكا دوها تورين هذا هو قعانت كتابته بطلت صلاتك وحال الربا مرد انت الضرفه هذا قبته مرد الضرف كده خلاص أطور ورمي فهمتين سوف يفهم ميسان سحرة دي قعنتها ولدتين بارك الله فيك انت هذا لبضى الطرف هريره هذا قبطه سائي سوق التور بس فهمت يا سماه هذا بس سؤال بان كويدي نجاس لي هدي قوين تاكا ورشاقه محايا لي انا اوفر ديا ايان نجاس قوين يقو صوت دو شيء هذا مركي با اسكبح سو شاركي مركي نجاس لي كو صوت عضي ايان مركي با سيد دك دك شاركي
isaga soo bixiso garankiiba ku hadhay caadi waad iska wadanaysaa salaadaada soo waadax maaha taasina macawistii haddii dee markaad surwaal dheeri kaaga hooseeyo laakiin haddii markaad macawistii bixisa aad qaawanaanayso oo reedhi salaadaasi way burtee bax soo maydho deedna soo noqo soo waadax maaha masladaas wuxuu markaa ku yidhi wa biwuquuci najaasati najaasaa kugu soo duusho kugu dhacday waase goormay buraysaa in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan isla markiiba min hayri xamli waa shardi labaad min hayri xamlin waa inaanad adigu gacantaadii ku xambaarin najaasadii kugu soo duushay gacantii hawla tegine farsamada aad saad u yeeshaba waaya wankishaafi alcawra salaadu way burtaa inta cawradii hadday faydinto qofkii salaada ku jiray waase goorma in lam tustar xaalan isla markiiba haddii aan la asturanin adoo go'ii guntan ayay dabayl xoog badan kaa hortimido maradiibay dhinac ka fayday isla markiiba waad soo celisay isla markiiba waad soo celisay intaa ay fayday cawradaadii muuqatay waa lagu tixgelinayaa laakiin waa inaad isla markiiba aad cawradaadii haddana dedato haddii laakiin aad sideedii u dayso cawradaadii cabaar aad soo celin kartay aad ka caajisto batalat salaatuk taa waxaa la noocaa wiilasha da'da yare intay surwaal yaroo ku dhegan oo maxaankuda iyo shaar yaroo dhabarka jooga intay soo gashadaan oo bilaa garan ah mar allaalii markay rukuucaan salaamu calaykum ku odhanayso taa maxaa u dhigteen qofkaasi isagaa sababta leh waayo dhar la'aani ma hayso markaa ninkaasi ceeb iyo cayrba isku salaadina uma asixin sawirkiina waa laga qaaday sooma wasaabku ku jiraayo internetada ayuu gelayaa ceebtiisa iyo fulxumadiisa markaa inanka dhallinyarada ahee baridiisu muuqatay isagoo dhar heli kara intuu jamaca yimaado safka hore galo sideedda saf ee ka dambeeyaba sawirka ka qaadaan xaggee u soconaysaa sodog ma noqon karo nin lala xididi kara ma noqon karo waa ceebuyaal baa la yidhaha kaasoo kale salaadiisina way burtay marka haddii xubnaha qaybaha cawrada ah wax ka mid ahay sahashi darti ay u muuqdaan baaraka allahu fiina wa fiikum salaadii way buraysaa marka da'yarta waxaynu u sheegaynaa ilaa inima kenaan diin baranna waa inagaa barannae ciddaa aragtaan si nasteexaysan beri waxaa jiri jiray dharku uu qaali ahaa oo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa la tukan jiray markuu tukado buu dhaqsa u cararaa maalintii dambe wuxuu yidhi warheedhe maxaad la carartaa maad ducaysatidood wardidid marka wuxuu yidhi nebi allow aniga iyo xaaskayga hal go' baa naga dhexeeya intaan anigu soo maqanay iyadaa qaawani guriga ku dhex fadhida mar allaaliya markaan tukado si ayana salaada u tukata baan go'a u geeyaa shuf hada miscab bin cumayr radia allahu tacaala canhu ardaa saxaabigii weynaa oo wada garanaysaan saxaabigii madiine furtay aqoontii cilmiga ku furay 18 jir isagoo safiirkii ugu horreeyay nebigu diray buu ahaa madiine u diray maalintii dagaalka uu ku shahiiday hal macawis keliya uu haystay macawista saxaabada nin laba go haysta oo ku caawiya kafanta tu labaad waa la waayay macawista marka madaxa laga dhammaystiro lugaha muuqanayay marka lugaha laga dhammaystirana madaxa muuqanayay tasawaru ya cibaad allah saxaabi keliya oo laba go haysto oo yidhaahda anigaa go'ayga labaad kafan uga dhigayna waa laga waayay saxaabadii dhannayd xataa rasuul sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nebigu xagga sare marada kaga deeda xagga hoosena geedka idkhirka la yidhaahdo dhikriga xagga hoose kafan uga dhiga dadkaasaa tukanayay maay haysan waxay xidhaan maantana waxaa laga yaabaa qof walba sanduuqiisa waxaa laga yaabaa dhar aanu 3-4 bilood sanad aanu xiran inay ku jiraan sanad aanu xiran inay iska yaallaan markuu masaajidkii imanayna dabadiisaa qaawana ka warrama ayu mashkilatin haada soomaha saadsi balaaya laad saadsanaya cudur lama yaboosado adoo caafimaad qaba ha surwaalka shalay baa ahayd anigu waxaan soo gaadhay ma da'weyniye walaa da'eega dhallinyaro anigu waxaan soo gaadhay mana da'weyniye
ayada oo xabaashi la fogeeyo meydka oo la yidhaahdo tuugtu waxay kala baxaysaa kafanka. Billaahi calaykum, tuugta ayaa waxaa looga fogeynayay inay kafanta meydka la baxaan, oo intay maydhaan bay dadka ka iibin jireen. Saasay ahaan jirtay. Waa hargeysadan aan joogno, waa in xabaashi la fogeeya baa la odhan jiray si aanay tuugtu u fiqin oo aanay kafanta la bixin. Waa dhar la'aan baasaa la yeeli jiray. maantana waa laynagu soo harqiyo, laynagu harqiyo meel aynu kala dhignaan la'nahay. Markaynu maydhi kari weynay ayaa loo samaystay khasaalado, layskaga guro uunoo lagu maydho oo nocba nooca, haddana tii qallajisada ahayd ayaa loo sameeyey. Saa arki maysid, iminka waxaa lasoo wadaa ijiino weelka xala. Jino weelka xalaal laynoo soo wadaa, gabadho intay halkaa iska fadhiisato weelkuunbay ku guraysaayo intuu jinku weelkii xalo ayuu qallajinaya, halkaa ka daadinaya. Weel jabayaana maba jiro, maaragtaan ilaa heerkaasay maraysaa. Nicmada ilaahayna waa lagu shugri naqaa. Marka inkishaaful cawra, cawradu hadday faydanto salaadu way aan ku celiyo haweenka muslimaadka ah haddii lugahoodu muuqdaan iyagoo salaada ku jira. Hadda maqansaan, haweenka muslimaadka hadday lugaheedu muuqato batalat salaatuha. Lugaha waxaa keliya gabadha muslimaada xaalata salaad loo ogol yahay cukurkaa labada gamcood iyo wejiga. Wixii intaa ka soo hadhay, wixii jidhkeeda ka muuqda fii xaalati salaad tubtilu salaataha, salaadeeda way burinaysaa. Waxaad ilaahay ku mahadnaqaysaa oo aad ummadda soomaalida u soo ducaynaysaa markaad xaramka tagto. Markaad xaramka tagto ilaahay amakaag buu kugu keenaya. Waxa dumar halkaa tukanaya ee cagahoodu qaawan yihiin, ee timahoodu qaawan yihiin, ee dharkay xidhayn, war dadkani miyaanay culimo lahayn, war wax diinta u dhigan miyaanay lahayn, ayaad xaramka gudihiisa. Waxa asturani waa gabadh soomaaliyeedun maasha allah, gabadh asturan oo salaad ku jirto lugaheeda iyo jirkeeda meel aan ay muuqanayso ma jirto. Laakiin meelaha kale waxaad arkaysaa iyagoo luquntoodii muuqato, ayagoo dhagahoodii muuqdo, ayagoo garan yaroo yacni ku dhegsan oo dadumarkii, ayagoo timahoodii muuqdaan. Maasaad odhanaysaa ummata Soomaal waa ummata diin, ummad ilaahay diinta ku manaystay. Qof dumaraho Soomaaliyeed oo qaawan ood istidhaahdo waad saluugaysaa, wallaanadu arkay. Inta kale markaad iyadoo dawaafkii lagu jiro oo kacbadiisa loo dawaafayo waad arkaysaa dumarkii oo laabtoodu qaawan tahay, oo garaaryahoodii gacmahoodii qaawan yihiin, oo diraca intay bannaankaa geyso ilaahay kubkeedii hadda waa dawaafkii ayay ku jiraan. Xajkii maxaan ku dhahaa dawaafkii wadaaca waxay ku jiraan rukniga ahaa. Dawaafkana hadda in cawrada la asturaa iyana waa arkaantay ka mid tahay. Marka ummaddan markaad aragto qiyaadun bay la'dahay. Wallaahi ummad weey, ummad aad ilaahay ugu mahadnaqayso. Markaad bannaankaa u baxdo gabadh qaawan oo indhahaaga wax yeelaysa arki maysid. Marka haddii ummaddan maxaasinteeda wax laga qori lahaa ilaa iyo lixdankii ilaa maanta, run markaynu u hadlayna ilaah bayna dilaye, weli qiyaado fiican may helin, weli qiyaado fiican oo ka damqanaysa may helinee. Waa ummad haddii qiyaado ay heli lahayd laysku dubaridi karo, waana ummad jabsan weeye. Maantana inta dayacani waa intii ku beegnay dowladda, shacbigu intoodii way ka soo baxeen maasha allah. Marka qaawanaanta ay geysay dumarka muslimaadka Soomaalidu aad bay u asturan yihiin. Ilaahay ha u siyaadiyo, hambalyaan leenahay. Marka qofka muslimka rag iyo dumar cawradiisu inay qaawisnaato salaada way burisaa. In lam tustar xaalan, haddaan isla markaa cawradii la qarinin. Wanutqi bixarfayni aw xarfin mufhimin camdan, intaanu fiirso wanutqi qofkii salaada ku jiray hadduu ku nutqiyo ku hadlo bixarfayni laba eray aw xarfin ama hal xaraf mufhimin oo wax fahamsiin kara camdan u kasna ugu hadlo. Carabiga waxaa ku jira erayo xaraf xaraf ah oo haddana fahmihiisa oo dhan xambaarsan. Wuxuu yidhi masalan ci buu yidhi, waa cayn keliya. Ci weele bay ka dhigan tahay. Nin buu la hadlayaayo alaabtii inuu yaro weelayo doono, markaas ci buu yidho ama di waa daal keliya, waa diyada ka bixi macnaha. Qi ilaali, xaraf keliya oo macno samaynaya baad ku hadashay.
عمدنا واد وجو هذا الشيء قف كنا ذو حكوا فهم سينا حرف كلي يا هدو يا حتى أوح فهم سينا يا صلاة وبرياء أو إلهي بالقرآن كيس ينقوه أشبهه إن قف كبن آدم قانتين إن نجو قانتين إن الصلاة تكنو صامتين أي الله إن نجر ربا مركا هذا واحد نصور دكانه وحي ويسد الشبين يجي هذا يكوجي ما دان صلاة وقت كبحيسا هذه نجاسة يكوجي صوت دوشة ما رين كري ويدو ويكاد شبان تاي هذه عورضة هذه أي فيدن تود ما رين كري ويدو إصلاح لنتا ويكاد شبايسا هذه هذا هذا شو أما إري كري به حرف كري به النقطة وكاد شبين يا والمفطر عمدا وحيالي سون كبرين شري هذه صلاة النحدة إذا أتكو سماي سنة صلاة دوي بوريسا مبطلات الصوم كلام كودي قدانا ما فهمت وحي صوم كبرين شري صلاة النحدة إذا هادات كو سماي سو صلاة دوي بوريسا والأكل الكثير ناسيا قفوا هدو عن تبضا عنا إسقوا إسلو سناين وصلاة كشرو عن تبضا إسقوا إسلو سبوا عناي صلاة وكشرو وانو إسلو سناين وصلاة كشرو عن تبضا نوي بورينيسا وحركات وثلاث حركات متواليات صدح دقدقاق او اسحيرسن حدو قف الله ما دو ولو سهوا سهوي بها والله ما ده مسلدا ان ان اد فهمنا في عن ما حيده ورسوني غير دغاي وخي صوم كبرينيا عمدا هدي وكسادو يعني ولا تماد ينو بريا وحا ويان وحا كلو جيرا صدح دقدقاق او خريرسن او اد سهوي او سمايسي هدي شيغان اد سمينيس دروفي كوغو كينتو ايدا ما تشبيس صلاه صلاه ما تشبيسو هذا ما فهمتين لكن هداد عمد ولت مادو سهوي ولت مادو مثلا تسالان كسينيا عربتا اادو سمايسا عربتا ايا اادو سمايسا نيكي صلاه بو خيرانيا marka salaad di xidho ayuu imaamadiisu kalba saa oranaya markaas uu kalba saacada saa weegeegaya markaas uu kalba koodkiisa hadana saa oranaya waxaad moodaa qofkan inaanu salaad ba ku jirin culimadii islaamku waxay oran jireen law khashqa law khashaa qalbu la khashaat jawarihu nimbu arkay isagoon isku maqan mar garka saa yara lele marna timaha uu saa yara lele marna imaamadan saw yarad kiciiciidaya oo aan salaad baynu ku jiraanad moodeen sheekhu wuxuu yiri law khashaa qalbu la khashaa jawarihu haday ilaahay ku xirantay yaani qalbigiisa ku xiran yahay jawarihduna ilaahay bay ku xidmi lahayd laakiin ninkani maal cidlo ka laalaada marka xarakaadka aan dani ku jirin ee lala yimaado salaada way jabiyaan sahwan baa wala yimaade laakiin bishartu waa inay xiriirsan yihiin haday dhuruufi keento midalan qofkii meel baa cuncunaysa ama cadhu qaba ama nabar baa ku yaala hadii nabarkii uu ka qushuuci kari waayo xaqo xaqitaankaasi salaadiisi ma jabinayo hadii qofkii ruuxi guri buu ku jira gurigi markuu ku jira albaabkan xagga qibladu ka xiga albaabkii baa lagu garaacay cid kale oo ka furtana ma hayo intuu dhaqaaqo albaabku furaya deedna gadaal gadaal intuu u baxo isagoo qibladii ka jeedsanin ayuu salaadiisi iska wadanayaa waad fahamtay soomaa xarakaadku hadaanay mutawaali ahayna dhib ma leh hal talaabaan hore u qaaday salaadaydii baan iska watay markiisa haddana mar labaad baan talaabo kale hore u qaaday salaadaydii baan haddana iska sii watay mutawaali maaha moogtahay markaasoo kale salaadaydii ma jabinayso mid baad markaa ku darsanaysa safkan ugu horeeya nin ka baxay raggii hareeraha joogayna way isu soo ururi waayeen adna safka dambaad ku jirtaa in safkan hore man wasala safan wasalahu Allah waad iska soo tallaabsan safkii baad buuxin safkii ayaa tallaabada ku buuxinaysa saddex tallaabiye ka badanba waxa weeye waxaad xiraysaa sufuufta islaamka aad xiraysaa hadii dan la'aan aad u xarakaado way khushuucda dilaya
صعد كان يحركات كان وصعد بلا دناء أما بلا خشوع أو عن صلاة فائدة وجوشرين عن صلاة فائدة وجوشرين إن الحركات قصة ما يصير خشوع دعات باب يصير تسل الدينية مركا إن أتقرك إسكحر حقتها أونو مرنا أد حربها إسكحر جاتيسته أونو مرنا أد قعمها جبع بعكس يصير مرنا أد شاركها غير إيكتو أونو حركات نوع عصود معنى الدران وبلا خشوع صلاة ويبريان هل كعاو عشر كينوش.